السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة دائما مع الهوكيين والطاقوسيين وشعب اللي حاشا الأحرار في الجزائر. ما تصفت لهمش عاوتاني أن المغرب غادي ينضم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال، وهادشي كيبان في العناوين ديالهم وفي الصحف ديالهم اللي كتعبر داك الشيء اللي كان داخل. ودابا الشروق في العنوان ديالها قالت ستة بلدان ستستضيف مونديال 2030. ستة البلدان عباد الله، قالت الخبر مقدس والتعليق حر. الخبر هو أنه ثلاثة بلدان، المغرب إسبانيا والبرتغال. كتقول لك أنها ستة، وهما الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وإسبانيا والبرتغال والمغرب، يعني المغرب خشوها غير داخل. قناة أخرى ديال النهار كدير بأنه المونديال غادي تنضم طرف البرتغال وإسبانيا وبلد آخر، ما قدروش يدخلوا المغرب، ما قداش تدوز لهم من هنا يقولوا المغرب. دابا هذا عمل صحفي مهني، إلا قلت بلد آخر يعني ما راكش عارفو أو باش تنطقوا، ما كاينش شي احتمال ثالث. الا ما كنتش عارف راه قبل ما دير الخبر خصك تمشي تقلب تحرر الحقيقه، ولا بغيش تقولوا وتلك هي الطامه الكبرى على انه مازال فيكم الحقد والبغضاء. وهذه القضيه ديال الصحراء المغربيه وديال البوليزاريو ماشي لانكم تؤمنون بحق الشعب، ما يسمى بالشعب الصحراوي في تقرير مصري، ولكن انكم تكرهون المغرب وحاقدين على المغرب وباغيين تكبحوا جماح المغرب وباغيين ديروا ليه الحجره في الصباط، ماشي غير حجره، حجر. ومن هذا الشيء عاوتاني عدد على انه بداو كيطلقوا الكذوب. وقالت جريده الشروق على انه من مصادر مؤكده علمت على انه الاتحاد الافريقي لكره القدم اعتمد رسميا سته الملاعب لاحتضان كاس افريقيا الامم اللي غادي تجرى في المغرب سنة 2025، فيما تم رفض اعتماد ملعب مركب الشيخ الغضف بالعيون المعتلة. شنو كيقلبوا على كيقلبوا على جوا منجل من الاخر، وكيحاول ما امكن ديك الفرحة اللي عندك يخسوها لك، يحاول ما امكن داك النظرة اللي داوها عليك الناس زوينة يضعفوها لك، ويحاول ما امكن يبينوا داك شي حاجة ماشي هي هذيك عندك، وما داير في راسو بانه خايفين على أن المغرب يبرمج ضمن الملاعب ملعب ديال العيون في أقاليم الجنوبية، لأنه مشى الاتحاد الأفريقي برمج هذا صافي غتكون صلاب وكذا وكذا وكذا، غتكون ضربة من الضربات القاسية عليهم. فعارفين بأنه المغرب ما يعني ما برمجش نهائيا ملعب العيون ضمن الفرق ضمن الملاعب اللي غتحتضن كأس أفريقيا 2025، ويبغيو يبينوا بانه راه كان المغرب عنده هاد النيه، ولكن الاتحاد الافريقي هو اللي ما خلاهاش. يعني دائما ذاك الخيال من نفس الاماره بالسوء كتحرك، ويخشيو يديهم في ديك الخاب ديك الخابيله ديالهم ديك الخشيه ديالهم، اي مصطلح خايب كتلقوه. مساله واحده اخرى عاوتاني قالوا بانه الكاف صدمات المغرب، لان المغرب معول باش يدير افريقيا 2025 في الصيف، قلت ليه لا ما ديروش في الصيف، مع انه هذا من النقط الايجابيه لان المغرب وكنعرفوا الجو والطقس كيكون معتدل في الصيف، وكان كاين مشكل بحال دابا في كاس افريقيا اللي غتنظم في نهايه 2024 في الكوت ديفوار، كاين مشكل على انه كاين واحد مجموعه من الانديه والمجموعه من اللاعبين غادي يلقاو مشاكل في انضمام المنتخب ديالهم كما جرات بعض عند بعض اللاعبين ديالنا، وانه كيضطروا لاعبين كبار انهم يمشيو يلعبوا كاس افريقيا مع المنتخب ديالهم، كيخليو النوادي ديالهم كيرجعوا ما كيلقاوش بلاصتهم. فالمغرب بالحلول اللي عطاهم بين النقاط المشرقه انه يكون كاس افريقيا في الصيف، كنعرف احنا الجو كيفاش يكون يعني جو معتدل، حتى إذا كان في مدينة مثلا كمراكش يكون في جو بالليل ممتع للغاية.
يعني ما كاينش حتى شي مشكل. وحتى كاس العالم الانديه حتى السالي عادي دار كاس افريقيا، وهي كتحاول ما امكن انه تلقى شي حاجه اللي خايبه ماشي هي هذيك، لانه الملف ديال المغرب كما كيشاهد الجميع كان يفوق بكثير الملف ديال الترشح ديال الجزائر، وهادشي كتاكدوا شركه المانيا اللي غادي نشوفوها بالارقام. هناك وثيقه صادره على شركه المانيا وكتبين تفوق ديال الملف المغربي على الملف الجزائري، مش احنا اللي قلناها، خبراء المان وبالارقام كما غادي نشوفوا، وكما خصهم يسمعوا الجزائريين، يسمعوا مزيان ويديروها في دينتهم وما يخليوش انهم الاخرين يعملوا نصب خرطي. تحدثت الوثيقه عن تفوق المملكه المغربيه على الجزائر في المعيار الاول كيتعلق بالارث التاريخي اللي كيزخر به البلد المنظم يعني المغرب وتصوره الاستراتيجي في تطوير كره القدم الافريقيه. وهنا حصل المغرب على 98% بينما حصلت الجزائر على 68% من نقطه 68% فقط. ونال المغرب 94% من مجموع تقييم البنى التحتيه الفندقيه ومراكز التدريب والتحضير للتظاهره، فيما اقتصرت الجزائر على 74% فقط للنقص الحاصل في البنى التحتيه، إضافة إلى قلة التجارب في تنظيم تظاهرات مماثلة عكس المغرب. بغاو يتقدم على المغرب. والمغرب وفر 24 ملعب، بمعنى أنه ملعب لكل فريق، زيادة على ملعب للتدريب ديال الحكام. وبخصوص معيار الدعاية والإعلام والإشعاع المفترض، وكذلك الرؤية المستقبلية لإنجاح البطولة، تمكن المغرب أيضا من الظفر ب 92% من مجموع النقط اللي أقرتها اللجنة، فيما حصلت الجزائر على 67%. وكتقول الوثيقه اللي تم تداولها بشكل واسع ان المغرب حصل كذلك على 82% في مدى قدرته على توفير الامن والسلامه والخدمات، بينما حصلت الجزائر على اقل بكثير بنسبه 37%، شيء كتبت على عدم قدرتها امنيا على توفير السلامه والامن الاحتضان كان 2015. نقطه مهمه ديال الامن. كذلك حددت الوثيقة الأرقام الحقيقية بخصوص تقييم ملف كل من المغرب والجزائر لاستضافة الكان 2025، وكل الأرقام اللي حصلوا عليها بالإضافة لزامبيا ونيجيريا والبنين كتعلق بالتنقيط المنح لكل بلد من هذه البلدان حسب معايير متعددة. باش أجيو ننظم كأس إفريقيا، فركتي من الأمور اللي كتخلي الملف ديال المغرب قوي. أولا الموقع الجغرافي ديالو، موقع جغرافي مهم جد مهم، يعني ها افريقيا، ها الوطن العربي، ها حوض البحر المتوسط، ها اوروبا، ها امريكا، يعني نقطة جذب. هذا من جهة. من جهة ثانية الامن اللي كيعم المغرب، ثاني النظام السياسي والنظام الامني، ثالثا ورابعا الثقافة ديال الشعب، وثقافة ديال شعب رياضي كروي ومنفتح على الشعوب وعلى الثقافات ومرحب وكريم وكيف كيتعامل مع جميع الثقافات وجميع الاجناس، ما عنده حتى شي مشكل. وفي الحقيقه كرم الجزائر تفرح، خاصه بسبب مثلا لكاس العالم وحتى لكاس افريقيا، انا تفرح وتهنئ المغرب وتقول على انه في تلك الفتره غادي نفتح الحدود الجزائريه المغربيه وغادي نفتح المجال الجوي باش يمكن الجزائريين والتونسيين والمصريين والليبيين واخوان في الوطن العربي انهم يجيو يتفرجوا كاس افريقيا او كاس العالم 2030 في المغرب، وممكن انهم يقيموا في الجزائر وفي وهران او في مدن قريبه ويتمتعوا يعني بالشيء اللي كاين في الجزائر ويجيو يتفرجوا، بما ان تكون فرحه كبيره وتساهم فيها الجزائر. ولكن مادام قلبهم مريض غادي يبقاو هكذاك، غادي يبقاو يحسدوا قلك اللي في قلبو شي كينفق منه، ما غادي ينفقوا غير من داك القلب اللي عامر كيح وحسد. والمعارض الجزائري وليد الكبير حصى واحد 6 صفعات اللي خداتهم الجزائر قبل ما تجيهم الصفعه 7 ديال كاس العالم. كيقول على انه الصفعه الاولى هي النيجر ترفض الوساطه الجزائريه وتؤكد لا علم لنا بها. الصفعة الثانية هي إسبانيا كتكلف الملك الإسباني كيكلف بيدرو شانشيس بتشكيل الحكومة لأنهم كانوا باغيين رئيس الحزب الشعبي. الصفعة الثالثة هو السلفادور تدعم مغربية الصحراء.
الصفحة الرابعة قطر تدعم مغربية الصحراء. الصفحة الخامسة كوت ديفوار تدعم مغربية الصحراء من قبل الأمم المتحدة. الصفحة السادسة وفد عسكري دبلوماسي من السفارة الفرنسية بالرباط يزور العيون في أقاليمنا الجنوبية. والصفحة السابعة هي كأس العالم 2030. أما بالنسبة لنا ما غيدو غير البرد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.